نقابة الأطباء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من خلال 27 مقرا انتخابيا بمحافظات الجمهورية المختلفة. هذه الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية لاختيار عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية لأعضاء النقابة دون 15 سنة قيد وأكثر من 15 سنة قيد.